بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بهذه المناسبة الوطنية. كما بعث صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة مماثلة لأخيه الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة.